بداو عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه تسولي الناطق الرسمي للرجاء، فوجئنا بكثرة الحجوزات والأحكام وهناك رجاويون ضد الفريق. وتأسف سعيد تسولي الناطق الرسمي باسم فريق الرجاء الرياضي الوضع اللي وجد عليه المكتب المسير الحالي للفريق الأخضر، إذ أكد تفاجؤ مسيري الرجاء بحجم الحجوزات المفروضة على الحساب الرسمي للفريق الأخضر إلى جانب أحكام النزاعات اللي كادت أنها تحرم الرجاء من التعاقدات. وتعرف تسولي بأن فريق الرجاء كاينين الناس من الداخل ما باغينش ليه الخير وكيحرضوا بعض المدينين من اجل استخلاص ديون عالقه منذ فترات طويله من فنادق ووكالات اسفار وجهات اخرى. وكشف سعد تسولي على محاور الاجتماع الثالث للمكتب المديري للفريق برئاسه عزيز بدراوي، وقال في تصريح خاص به الموقع الرسمي للفريق ان اجتماع الثلاثاء الماضي تمحور حول نقطتين اساسيتين هما توسيع باب الانخراط في وجه الجمهور من اجل امكانيه مساهمته في تسيير الفريق وكذلك طرح بطائق الاشتراك. ووضح تسولي في نفس التصريح ان موضوع الانخراط حدد ثمنه في القريب العاجل ويتطرح في الجمع العام المقبل من قبل لجنة مختصة تكلفت بالموضوع، في حين تم تحديد أثمنة بطائق الاشتراك 500 درهم بالنسبة للمدرجات المكشوفة و1500 درهم للمدرجات الجانبية و10000 درهم للمنصة الشرفية. وأكد نفس المتحدث أن دخل بطائق الاشتراك غينعش خزينة النادي في ظل الأزمة المالية الخانقة اللي كيعيشها هذا الأخير، وقال بالحرف الرجاء كتعيش وضع مادي مزري جدا، فبالإضافة لمنح اللاعبين اللي ما تمش صرفها واللي هدات النادي بعد ما عقد انتدابات جديده كاينه ديون اخرى من مجموعه من الفنادق ووكالات الاسفار. وانهى تسولي حديثه بالقول الرجاء بجمهورها وخاص الكل يتصدى للناس اللي عندهم نيه في تخريب الفريق سواء بعيد او قريب. الرجاء الرياضي يكرم جمال حركاس بجائزة خاصة، وفي تفاصيل الخبر اختار جماهير فريق الرجاء الرياضي المدافع جمال حركاس أفضل لاعب في الموسم الماضي حسب ما أعلنت عليه الصفة الرسمية لنادي الرجاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقع اختيار جماهير النسور المدافع الشاب جمال حركاس بعد العروض الجيدة اللي قدمها خلال الموسم الرياضي المنقضي، وخاض جمال حركاس 31 مباراة مع النسور 19 منها في منافسات البطولة الوطنية و8 في عصبة الأبطال الإفريقية و3 في منافسات كأس العالم إضافة لمباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي المصري. الرجاء الرياضي يلغي تجمعه التدريبي بالجديدة ويختار وجهة أخرى، وقرر فريق الرجاء الرياضي تغيير وجهة التجمع التدريبي من الجديدة فين كان كاين الدخول في تجمع مغلق استعدادا للموسم الرياضي المقبل، وغيكتفي الفريق الأخضر بالإقامة بحد الفنادق ضواحي مدينة المحمدية بحيث غيجري تدريبه ملعب لانوريا وأحد الملاعب الأخرى القريبة من مدينة الزهور. وكان فريق الرجاء كيفاضل ما بين مدينتي أكادير والجديدة إذ اختار الأخيرة، غير أن عدم وجود ملاعب التدريب وصعوبة الحجز دفعت الفريق الأخضر لتغيير وجهته المحمدية. وأجرى فريق الرجاء حصة تدريبية عشية أمس الأربعاء بملعب الوازيس قبل توجه للدخول في تجمع تدريبي مغلق. معسكر النادي الأخضر كيعرف تواجد 26 لاعب وكيتعلق الأمر بكل مغيم رباح، يوسف الحويزي، أمين الحداوي، الزوبير، عبد الصمد البداوي، محمود بن تايك، أزرور، لبيب، إسماعيل المقدم، بوشعيب الراسي، جمال حركاس، محمد نعيم، وليد الصبار، محمد المكعازي، عبد الرؤوف بن غيت، الحسين الرحيمي، مجاهد، عبد الحي فورسي، مهدي بوكاسي، بولكسود، سفيان البجا، حمزة خابة، بيتر والسون، يوسري، زكريا حدراف، وزكريا الهبطي. 170 مليون سنتيم قيمة الصفقة الجديدة للرجاء، وتعاقد فريق الرجاء الرياضي كيف سبق وشرنا مع المهاجم الليبيري بيتر ويلسون قادما من نادي أولمبيوكوس القبرصي لتعزيز صفوف الفريق الأخضر في الموسم القادم. ووضحت جريدة الأخبار أن البدراوي ضم الليبيري ويلسون في صفقة انتقال حر ووقع رفقاته عقد غيحمل بموجبه قميص الرجاء الموسمين الرياضيين. وشدد نفس المصدر أن قيمة منحة التوقيع السنوية للمهاجم الليبيري كتبلغ 170 مليون سنتيم خلال الموسم الكروي القادم، وكيتعتبر المهاجم الليبيري بيتر ويلسون اللاعب رقم 14 اللي تعاقد مع الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري تحت قيادة المدرب التونسي فوز المنصرتي بعد كل من اسماعيل مقدام، محمد بولكسود، سعيد ازروال، مهدي بوكاسي، يسري بوزوق، زكريا حدراف، يوسف الحويزي، محمود بن تايك، عبد الحي فورسي، حمزه خابه، حمزه مجاهد، وليد صبار، ورؤوف بن غيت. الرجاء الرياضي ينهي الجدل بخصوص صفقة بن تايك، وكشفت إدارة فريق الرجاء على اجتياز محمود بن تايك للفحوصات الطبية بنجاح بعد ما انتقل رسميا للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري من فريق الاتحاد البيضاوي الطاس. وضم فريق الرجاء اللاعب بن تايك اللي كيشغل مركز الظهير الأيسر بموجب عقد كيمتد لثلاث مواسم، وصاحب بعض الجدل صفقة انتقال اللاعب بن تايك للفريق الأخضر قبل ما ينهي الأخير هذا الموضوع بإعلان على اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية بنجاح.
وكان تأثر على الرجاء ووضع عقد بنتيك في الجامعه على اعتبار ان عزيز بدراوي ما كانش توصل اتفاق مع مسؤولي فريق الاتحاد البيضاوي الطاس بخصوص انتقال بنتيك، وطلبوا مسؤولي الرجاء من بنتيك مواصله التدريب ورفقه النسور قبل توقيع العقد ثلاثي الاطراف بين الطاس الرجاء واللاعب، وهو ما حدث امس الاربعاء بصفه رسميه. العربي الكويتي يضع شرطا مهما للتخلي عن خبال الرجاء، وابداوا مسؤولي فريق العربي الكويتي استعدادهم للتفاوض مع مسؤولي فريق الرجاء الرياضي بعد التخلي نهائيا على حمزه خبا الفريق الاخضر في ميركاتو الصيفي الجاري، وذلك مقابل مبلغ مالي يتفقوا عليه الطرفين. ونجحت مساعي اللاعب في اقناع مسؤولي الفريق الكويتي بايجاد حل ودي بدل اللجوء للاتحاد الدولي الفيفا، ما غيزيد من تعقيد مهمه الطرفين خاصه ان الحسم في النزاع القائم غيتطلب وقت طويل ومنتظر باش يتواصلوا مسؤولي فريق الرجاء مع نظراء في العربي الكويتي لإيجاد حل أزمة المهاجم الرجوي الجديد باش يتمكن الفريق الأخضر من تأهيله بالجامعة الملكية باش يتمكن من المشاركة في المباريات الرسمية للنسور. وكيسأل المكتب المسير برئاسة عزيز بدراوي لجس نبض الفريق الكويتي ومعرفة المبلغ المالي اللي غيطالبوا به للتخلي نهائيا على خابة، وغيعمد الفريق الكويتي في حال توصل لاتفاق مع الرجاء لإلغاء عقد خابة باش يتمكن من لاعب الفريق بدون مشاكل. ووقع خابة عقد مع العربي الكويتي كيتضمن بوند كينص على أن الفريق يمكن يفسخه في حالة عدم التحاق اللاعب المغربي قبل فتح غوش الحالي، وهو البوند اللي استغلو خابة لفسخ عقده والتوقيع رسميا الرجاء، غير أن الاتحاد الدولي فاجئه بإرسال بطاقته الدولية للفريق العربي الكويتي. يهم الرجاء رسميا السوبر الافريقي يرى النور، و11 مليون دولار للفريق الفائز باللقب. وفي تفاصيل الخبر اطلق امس الاربعاء باتريك موتسامبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم دوري السوبر الافريقي على هامش اجتماع المكتب التنفيذي الكاف تنزانيا، واكد موتسامبي ان مجموع جوائز دوري السوبر الافريقي كيوصل 100 مليون دولار امريكي، وغيتحصل الفائز باللقب على 11 مليون دولار، وغيشهد دوري السوبر الافريقي مشاركة 24 نادي غيخوضوا 197 مباراة على مدار 10 اشهر ما بين غشت وماي. وبانطلاقة دوري السوبر الموسم القادم غيقدم الاتحاد الافريقي مليار سنتيم لكل فريق مشارك، وغيساعد الفرق في التنقل ما بين الدول. كان هذا اخر خبر رجوي في هذا اليوم من جورنال فير، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. الى بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم تشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لبنا.